في عينيها العفن جمال، طالبة روسية بكلية الفنون بموسكو جعلت تتبع أسلوبا فنيا نادرا يتمثل بتغذية الفطريات التي تشكل العفن لينتج عن ذلك أشكال وألوان قد يصعب رسمها من بنات الخيال. أبتعد عن الفهم الكيميائي المعتاد للمغذيات الميكروبية والحياة الفطرية، بل أدرسه من وجهة نظر الفن وأتعاون مع الكائنات الحية الدقيقة لأوفر لها البيئة المناسبة للازدهار وتشكيل العفن الذي أريد. على سبيل المثال، في مكان ما لدي قطعة زرقاء ويمكنني زرع قطع صفراء هناك، وهذا سيحدث تباينا مع أن تمتص الكائنات الحية الدقيقة الألوان لتعطي ظلا مختلفا بالفعل. الأسلوب الفني المتفرد الذي تقوم به فيدوروفا يعتمد زراعة كائنات دقيقة في أطباق مخبرية لتشرع بعدها بالتقاط الصور للمناظر الطبيعية التي يصنعها العفن. أبدأ في المشي معهم، أتجول في كل مكان، ألمس كل شيء، أستنسخ البيانات المثالية من حولي في أطباق المختبرات. يمكن جمع المواد من جسد الإنسان نفسه أو ترك الأطعمة على الشرفات. هذا يمثل تصوير الفضاء المحيط من خلال النمو الميكروبيولوجي. ألقي نظرة على شيء ما وأدرك أني أريد حقا معرفة ما ينمو عليها. أبتكر المساحات الملائمة لنمو العفن كي ألتقط الصور الفنية. هي الآن تبيع صور العفن الفني في جميع أنحاء العالم إلكترونياً أكان أم مطبوعاً على اللوحات والقمصان والقبعات وغيرها. وبصرف النظر عن كونها طريقة مثالية لكسب لقمة العيش، تؤكد فيدوروفا أنها تسعى جاهدة كذلك إلى مشاركة شغفها ونشر رسالة استثنائية فريدة حول روائع العفن وإمكانيات اكتشافه غير المتناهية.